ننتهي قبل الأذان، حتى كنا نفكر أن نجمع ونخرج يعني، لكن ما إن أذن لا نستطيع أن نخرج، لم يرخص أهل العلم في خروج الإنسان من المسجد إذا أذن عليه وهو داخل المسجد، لحديث عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما خرج رجل بعد أذان فقالوا يا رسول الله إنه قد نافق، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أنافقت؟ قال لا، إنما عندي شويهات خفت أن ترعى أو تخرب الزرع. والله أعلم.